اهلا بيكم مره تانيه. الفقره دي ان شاء الله موجهه للصم بشكل كامل. حابين نتكلم عن اخواتنا الصم، ندعم القضايا بتاعتهم ونحاول نشوف مبادرات ممكن كمان تساعدهم. اسمحوا لي الاول ارحب بابراهيم صلاح مترجم لغه الاشاره اللي هيبقى معانا في الويندو، هيترجم كل الحلقه لاخواتنا الصم. كمان معانا منورنا في الاستوديو استاذه صفاء جوده، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع. كمان منورانا قمر عادل، مؤسسة مبادرة ايدي بتتكلم ومترجمة الإشارة طبعا كلنا عارفينها. أهلا وسهلا بيكم. أهلا بيك، منورنا. منورك. نبدأ مع أستاذة صفاء، عرفينا إيه الـ يعني إيه رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع؟ هي بتقول رئيسة الاتحاد ده يعني هي رئيس الدولة وبتجيب حقوق الصم. أنا قالوا لي إن أنت رئيسة جمهورية الصم. رئيسة ده. هي السبعة، هي رئيسة الاتحاد لسبعة وعشرين محافظة. هم كلهم بيبقى ليهم حقوق وليهم حاجات كتيرة. ودلوقتي هم عملوا اتحاد للصم عشان خاطر يجيبوا حقوق الصم. في حاجات كتيرة قوي هي ناقصاهم. أول حاجة هم محتاجين يعني في ناس محتاجة توظيف والتعليم والصحة، وفي حاجات كتيرة قوي ناقصة، فهم بيعملوا الاتحاد ده هو اللي بيساعدهم. إن شاء الله هنجيب حقوق الصم كلها كاملة. طب ده راجع لإيه؟ يعني ايه معنى الصم؟ يعني الموضوع ده راجع لايه؟ ليه الصم مش واخدين حقهم في مصر؟ هتقول لك الناس والوزارة والمحافظات كلها شايفين الصم ان هم مهمشين وما لهمش لازمة. هي دلوقتي بتطالب وبتقول ان الصم زي المتكلمين والناس الاسوياء، هم مثلا في حاجات مثلا مش عارفين ياخدوا حقوقهم، ان هم يطلعوا رخصه سياره في الشهر العقاري، ما بيعرفوش ان هم كامل الاهليه. هو زي بالظبط الشخص العادي بالظبط، بس لازم يبقى في تساوي. هو احنا اسمنا ذوي اعاقه سمعيه، بس انا لازم ان هو الصم ياخد حقوق في كل حاجه، في التعليم وفي كل حاجه. انت معاكي حق جدا، لان من خلال التقرير اللي احنا كنا مصورينه ومشاهدين اللي شفناه في الفاصل، نزلنا صورنا مع منتخب مصر لكره القدم للصم، وشفنا ازاي الناس دي متميزه رغم ان يعني زي ما احنا بنقول صم وما يقدروش وما يعرفوش، متميزين ما شاء الله ومشرفينا على مستوى العالم. ما شاء الله، اصلا الصم عندهم مهارات جامده في الكوره، مهارات في الرسم، مهارات في الكتابه، مهارات في الاشغالات وفي كل حاجه، نفس الناس العاديه بالظبط. وعندك عقل برضو، الصم برضو عندهم نفس الكلام بالظبط، بس فرق بيننا مفيش فرق بس في اللغه. في ناس مش فاهمه ان احنا عندنا مخ، ان احنا بنفكر، ان احنا عندنا كل حاجه كامله. هم فاكرين ان الصم دول ان هم مهمشين ما لهمش لازمه. احنا يعني هم فاكرين ان احنا مستخبيين، لا احنا موجودين في المجتمع، عندنا مهارات وعندنا كل حاجه، بس بالعقل احنا بناخده. دلوقتي احنا ما بنشتغلش، هو غصب عنه ان هو ما بيشتغلش عشان هو ما بيتعلمش. مين اللي ما بيعلموش؟ المدرسه اللي ما بتعلمهمش صح، المدرسين هم اللي ما بيعلموش صح. المفروض المدرسين بيعلموا من وهم صغيرين لغايه ما يكبروا، ويدوهم شهاده، ويبقوا ممكن الاصم ده يطلع دكتور او مهندس. يقدروا والله يعملوا كل حاجه، والله يقدروا يعملوا كل حاجه. واحنا شفنا فريق الصم اللي كان عامل المسرحيه، وشفنا الناس اللي هم ابطال منتخب مصر. طب كلميني يا قمر، انت كمان من الناس النشيطة جدا على مستوى مساعدة الصم والشغل معاهم، أمهم الروحية بقى زي ما بيقولوا كده. إيه مبادرة إيدي بتتكلمني؟ هي المبادرة بتاعت إيدي بتتكلم دي، إحنا مجموعة شباب بنأسس مبادرة جديدة. المبادرة دي للشباب فقط من سن 10 سنوات لغاية 35 سنة في مصر وفي كل المحافظات للصم.
هننزل نأهل الصم، هنديهم تدريبات في كل حاجة، في الكمبيوتر، في الأمية، في العربي، في الإنجليش، في كل حاجة، في التصوير، أي موهبة عندهم هننميها وهنديهم تدريبات فيها. هيبقى فيها أقسام كتيرة بقى، هيبقى فيها سياحة، والسياحة دي هنعرفهم بدل ما هم يعني متعودين ان هم يروحوا شرم، الغردقة، دهب، اسكندرية يصيفوا، لا احنا هنعرفهم ان هم ممكن يروحوا كمان اماكن سياحية، يعرفوا التاريخ بتاع بلدهم. هنعمل لهم كمان خط ساخن، خط الساخن دوت ده خط طوارئ، لو في حد من الصم مثلا راح مستشفى او راح مثلا اي جهة حكومية معهوش مترجم، فهيعمل ايه؟ هيتصل بينا عن طريق فيديو كول ويكلمنا، يقول لنا انا عايز مثلا مساعده، انا مش عارف اتواصل مع اللي قدامي. من طريق المكالمه ديت بنقدر المترجم يتواصل معاه ومع الاصم في وقت واحد. الله ينور، الله يخليك. طبقته ولا لسه يعني بتشتغلوا عليها؟ هو احنا دلوقتي بنشتغل عليها، عاملين بلان، ودلوقتي بندور على سبونسر طبعا كتير ان هم يدعمونا. يلا دعوه لكل الناس بقى، ندعم الناس، اهي ناس متميزه وعايزين نساعد قطاع كبير. الصم تقريبا 5 مليون في مصر او اكتر، 5 ل 7 مليون، 5 ل 7 مليون، الناس اللي عامله بطايق. يعني كمان العدد قابل للزياده، وزي ما شفنا هما ناس يستحقوا كل خير ويستحقوا ان احنا نتعب عشانهم، يستحقوا ان احنا نساعد. والله الموضوع بسيط، بس احنا نفكر في بعض ونحس ببعض. حضرتك قولي لي، ممكن يقولوا لنا الصم ممكن يشتغل ايه؟ ما هي في اشغال صعبه ما ينفعش يشتغلها. الصم ممكن يشتغل في كل حاجه، حتى لو في التعليم، يعني هم بس اهم حاجه يعلموه وبعد كده هو هيعملها. اي مهنه لو اتعلمها هيعملها بسهوله جدا، لان الصم دماغه ذكيه جدا، مفيش حاجه بالنسبه له صعبه او ضعيفه. هو بس موضوع السمع هو غصب عنه، وان هو ما بيشتغلش ده غصب عنه، لانه ما فيش حد بيساعده، ما فيش حد بيوديه للشغل. كل الناس شايفيننا ان احنا قليلين، لا احنا كويسين، واحنا عندنا دماغ اجدع ناس، وبنفكر اجدع ناس في الدنيا. الدنيا. طب قولي لي، لما بتنزلي مثلا وتقابلي اشخاص من الصم، وحضرتك طبعا مثال قوي بقى للناس اللي يعني بتدافع وبتتكلم عن حقوقهم، شايفه ايه اكتر الحاجات اللي هم بيعانوا منها، نفسهم فيها، نفسهم تتحقق؟ انا نفسي اساعدهم في كل حاجه، اهم حاجه الشغل، ان هم يشتغلوا، والمواهب بتاعتهم ان هم يظهروها ويبقوا مشهورين ومعروفين، نبقى زي احسن، يبقى زي ده هم احسن، ده هم احسن منتخب مصر لكره القدم للصم، واخد خامس عالم، خامس على العالم، تصنيف مصر احنا الثالث عالميا، احنا لكن منتخب الاسوياء في مصر اللي هم بيسمعوا يعني في تصنيف متاخر خالص. لو مسلل وهم شافوا في جوه باقي، هو بيقول، بتقول لك انتوا كمان لو شفتوا جوانا هتلاقوا في مهارات اكتر واكتر، لو اكتشفتوها هتلاقوها عاليه جدا. دلوقتي احنا كاننا متغلف علينا، مقفول علينا، محدش شايفنا، مش واضحين لسه، مش ما فيش حد شايف الصم، مش عارف مواهبهم. لو انتوا اكتشفتوهم وشفتوهم هتعرفوا ان هم مستواهم كبير جدا. مبادرتك يا قمر ممكن تشتغل على الموضوع ده بشكل كبير. عايز اقول لك يعني انت بحكم مقابلتك للصم، الناس دي نفسها تشتغل ايه؟ نفسها توصل لايه؟ طبعا انا الصم، عشان انا عارفه من قبل كده زي ما قلت ان الصم دول يعني ما لهمش سقف احلام، فانا نفسي اخليهم ليهم يعدوا سقف الاحلام، ويبقى ليهم احلام، ويبقى ليهم ان هم يشتغلوا في كل المجالات. انا مش بس هديهم تدريبات عاديه، لا انا هديهم، انا هجيب اخصائيين نفسيين يقعدوا معاهم يعرفوهم ازاي يبقى عليهم حلم، ازاي ان هم من جوه ما يقولوش انا صم مش هقدر اعمل، لا انت صم وهتقدر تعمل. بيشتكولك بايه يا قمر؟ يعني هم لما بيجوا تقعدي معاهم مثلا او بيقابلوك، انا عارف ان انت بجد زي امهم فعلا، مع ان السن يعني بيبقى متقارب وممكن هم اكبر منك، بس انا عارف ان هم بيحبوكي، بيتفاعلوا معاكي، بيتواصلوا معاكي، وبيحبوا يفضفضوا. اما بيفضفضوا بيقولوا لك ايه؟ هم على طول دايما لما بيجوا يتكلموا بيقولوا احنا، انا مش ممكن ابقى معروف، انا مش ممكن ان انا ابقى مشهور، انا مش ممكن ان انا اخش كليه زي الناس العاديه واشتغل بشهادتي.
بس فلا احنا هنقول لهم لا انتوا هيبقى لكم كليه وهيبقى لكم حلم وهتنفذ وهنساعدكم في تنفيذ الحلم ده. مش بس الصم بتوع القاهره ده، في صم في المحافظات ما بيعرفوش اشاره. يعني ما بيعرفوش اشاره حتى، يعني ما بيعرفوش اشاره، ما بيعرفوش قرايه، ما بيعرفوش يعني ما كتابه. اتعلمش حتى اشاره. فاحنا كمان هننزل نعلمهم الاشاره والقرايه والكتابه، وطبعا ده عن طريق في قاموس الاتحاد النوعي يعمل قاموس، فاحنا هناخد منهم القاموس وننزل نعمل زي فصل كده بيعلم الصم ومتكلمين في فصل واحد في المحافظات، بحيث ان يبقوا الاثنين زي امريكا كده. في امريكا ما بيعلموا الصم، بيعلموا الصم والمتكلمين في فصل واحد لغه الاشاره واحده، اشاره واحده. احنا ان شاء الله ناويين ان احنا نعمل حاجه زي كده، هناخد القاموس بتاع الاتحاد. ايه رايك يا رئيس جمهوريه الصم؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ شايفة المبادرة بتاعت قمر ازاي؟ المبادرة حلوة جدا. قمر دي انا اعرفها من 5 سنين، دماغها ذكية وعندها طموح عشان تساعد الصم، ربنا يوفقها يا رب. قمر من الناس المتكلمين اللي تحسيها يعني هي من الصم من كتر ما هي بتدافع عنهم وبتحاول تتبنى القضايا بتاعتهم، صح؟ حاسها كده؟ انت حاسة ان هي صم ولا هي عندها هدف؟ قمر عندها هدف ان هي تساعد الصم، هي حاسه ان هي زيها زيهم بالظبط. ده شيء كويس. انا نفسي ان شعب مصر كله زينا، ان احنا كلنا نبقى واحد، ان كلهم يتعلموا زي لغتنا. ربنا موجود ان شاء الله، كله ربنا ان شاء الله باذن الله. طيب معانا تليفون يوسف. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقى لو سمحت عايز اعرف بس نتعلم لغه الاشاره. عايز تتعلم لغه الاشاره؟ اه ماشي يا يوسف. يعمل ايه يا قمر؟ يخش على البيج بتاعت ايدي بتتكلم، وان شاء الله هيبقى فيه كورسات على الفيسبوك. بعربي ولا انجلش؟ لا بالعربي. بالعربي. ايدي بتتكلم. ايدي بتتكلم بالعربي، نخش وان شاء الله هم يعملوا كورسات للحاجات دي. يشرفوا. في تفاعل يا قمر من المتكلمين او من الاسوياء زي ما هم بيسموهم مع المبادره؟ هو في ناس كتيره قوي بتدعمنا، في شركات بس انا مش هقول يعني اسميهم دلوقتي، لما بعد ما يعني ما تطلع المبادره هقول اسم الشركات اللي هي بتدعمنا، وهي هتجيب لنا مقر لينا، وطبعا هتفرشه لنا، وناس هتساعدنا في التدريبات نفسها ان هم يجيبوا لنا محاضرين. يعني خلاص مش عايزين سبونسرز ولا ايه؟ لا احنا عايزين عايزين ازيد. كل ما بيبقى في ناس بتدعم، كل ما الافكار بتكتر، كل ما بيبقى يعني انت بتعمل حاجه احسن. احنا والله بنحاول في برنامج كلام الناس، وصدقا والله في اللي انا بقول لكم ده، ما اعرفش انا حاسس ان انا متحيز للصم بشكل كبير جدا، وحاسس يعني نفسي اساعدهم، لان هم فعلا يعني ناس اثبتت نفسها في كل المجالات خلاص يعني. وبدات بقى بحب يعني بحاول دلوقتي اتعلم لغه الاشاره كمان، البيزكس الحاجات الاساسيه. تشرفنا. ربنا يخليك. قولي لي حضرتك كرئيسه جمهوريه الصم ايه بقى اللي بتعمليه؟ هي دلوقتي بتعمل بروتوكولات مع بروتوكول مع وزارات ومحافظات، يبقى نتعامل معاهم عشان يبقى بعد كده التعامل يبقى سهل ويبقوا وقفوا جنبينا. بس في حاجه واحده، احنا برضو بندور على مقر. احنا لسه في البدايه، احنا بقالنا 6 شهور مؤسسين الاتحاد، نفسها يبقى مقر او مبنى كامل للاتحاد. هي قدمت للحكومه وللمحافظه وقدمت لوزاره التربيه، بس لسه ما فيش حد رد عليا. لا ما فيش حد رد عليا، محدش تواصل معاكم خالص. قدمتي ازاي؟ قولي لي انت قدمتي يعني عملتي ايه؟ يعني عملتي راحت المحافظه وقدمت طلب. احنا عايزين مقر كامل عشان خاطر يبقى ده يبقى مساعدات للصم. احنا ما فيش مقر قبل كده، كان في مؤسسه اسمها الصرخه، هي وقفت جنب الاتحاد وقالت لهم هم بيدوروا على مقر واحنا بندور على مقر، لان هم دمجوا الاثنين في بعض، ان هم يشهروا الاتحاد على المقر بتاع الجمعيه. دعوه يا جماعه للوزارات، دعوه للوزارات، يعني مش محتاجين ان الناس هي اللي تروح ويتم رفض الموضوع او لا يتم التواصل معاهم، لا بالعكس
ده احنا اللي ناخد مبادرات، والوزارات هي اللي المفروض تاخد مبادرات زي دي ونشوف فصول للصم ونشوف الموضوع بشكل اكبر من كده، بدل ما احنا بنقول لهم انتوا خلاص اقعدوا على جنب، او زي ما قمر بتقول خلاص بيقول لك مش هتعلم، مش حتى لغة الاشارة ما هوش بيتعلمها، رغم ان هم يقدروا يبدعوا في اكتر من مجال. قمر كلميني عن بعض الصم اللي بتتعاملي معاهم، وصلوا لايه يعني؟ كلميني ادينا نماذج كده، عرفي الناس الصم بيقدروا يعملوا ايه. الصم فيه كتير جدا، في منهم دخلوا كلية هندسة ونجحوا وخلصوا، بس ما اشتغلوش مهندسين عشان طبعا ما فيش شغل في الهندسة. في منهم فنانين معروفين بيشتغلوا في كل المجالات، في منهم في كل حاجة في كل حاجة، وفي منهم مصممين جرافيكس، في منهم فوتوشوب، في منهم مونتاج، في منهم فوتوغرافر، في منهم في كل حاجة معروفين. يعني في أشخاص معروفة من الصم، هم يعني كوادر في الصم، مبدعين مبدعين طبعا. امال ايه اللي ناقص يا قمر؟ يعني دول مثلا ممكن تقول الناس تقول لك ما هو دول قدروا اهو، يبقى التانيين يحاولوا وخلاص، ما فيش دور مجتمعي بقى. لا طبعا، لان لا لسه ناقص كتير جدا، عايزين نساعدهم، احنا عايزين نساعد دول، عايزين ايه اللي مطلوب من الناس بقى على مستوى الاشخاص مننا احنا كافراد؟ يعملوا ايه؟ لا لا يوم يتعلم السم زي الناس والوزارة، الناس يتعلم سيدنا، المهم يتعلموا لغة الإشارة عشان يفهمونا بسهولة، أهم حاجة يعني، عشان ما يقولوش علينا إن إحنا ناس غريبة في بلدهم. إحنا ناس زينا زيهم وبنتعلم زيهم برضو، بس هنا بيستغربوا مننا. لو هم عندهم إحساس هيفهمونا بالسهل وهيتعلموا لغة الإشارة بالسهل. يعني طالبة إن الناس أول حاجة لازم نتعلم لغة الإشارة. طبعا دي أهم حاجة، عشان لو أنا قابلت أي واحد مثلا ومش معايا مترجم يبقى عارف إن لغة الإشارة. إيه اللي بيضايقك مننا كناس بيتقال علينا إن إحنا أسوياء أو متكلمين؟ إيه اللي بيضايقك؟ أنا بتضايق من عشان لما تعالى بكلمهم، لما باجي أكلمهم يقول له ايه ده، بيقول ايه ده، انا مش فاهم منه حاجه، حسيت ان انا غريبه. يعني لما انا بكلمهم بيقول لي انا ايه ده، مين ده، انا نفسي ان انا احس ان انا زيهم. انت كمان يا قمر قولي لي ايه اللي شايفاه ناقص، او ايه اللي شايفاه من الناس تقصير تجاه الصم على مستوى الاشخاص؟ انا نفسي ان الام والاب والاسره نفسها ان هم يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الصم، مع اولادهم الصم، علشان خاطر يربوهم كويس ويطلعوهم حاجه كويسه في وجه لهم المجتمع. كلمه طب دلوقتي يا قمر، تقولي لايه الوالدين مثلا عندهم ابن من الصم المفروض انا يعملوا ايه؟ هقول لكل اسره ما تفكريش ان ابنك صم يعني معناتها ان هو معاق تسيبيه على جنب وتقولي حرام، لا، خديه وعلميه كويس قوي، احسن واحد في العالم، واتعلم زيه، واتعلمي زيه طبعا وطبعا عارفه تروح وتتعلم، ولو مش عارفه ولو هي مش عارفه تتعامل تروح وتتعلم لغه الاشاره، مش عيب. اي حد من اي حد عنده ذوي احتياجات خاصه او اعاقه اوعى تتكسف من اعاقتك، ربنا اللي خلقك، انت 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 ذكي وعندك مهارات، المهم ان انت مقفول عليك مش ظاهر، محدش شايفك، افتح افتح وساعد في كل حاجه، وقف على رجلك زيك زي المتكلم. لو اشتغلنا عليها نطلع ابطال، لو اشتغلنا عليها نطلع ابطال زي ما احنا شفنا ان شاء الله. الحمد لله. قمر كلميني انت اكتر تاني عن المبادره، يعني خلي الناس يتفاعلوا اكتر عشان اللي عايز يدخل معاكم. المبادره دي ان شاء الله وقدامكم مده زمنيه قد ايه عشان ان شاء الله قدامنا عشان تتعمل 15 يوم او بالكتير قوي 20 يوم ان شاء الله وتتعمل المبادره. انا بدعو كل الشباب الصم اللي هم سنهم من 10 سنين لغايه 35 سنه ان هم يجوا لما ان شاء الله نفتح، يجوا ويتعلموا، ما يقولوش ان احنا مفيش امل خلاص مفيش مش هنعمل، لا تعالوا وهيبقى في ناس هتساعدكم كلكم، واحنا هنروح المحافظات كلها هنعمل زي معسكر ايام، هنقعد عندهم وننام عندهم ونعلمهم كل حاجه
الشباب اللي هم ما فيش حد يعرف عنهم حاجة خالص احنا هنروح لهم وهناخدكم وهنعلمكم. الناس اللي بتتكلم طبعا هتعمل ايه؟ هتيجي وهتتطوع معانا وهيبقوا بيساعدوا يعني بعد ما هم ما يعني يتعلموا. يعني هتعلموهم ويبقوا معاكم. هنعلمهم الاشاره وبعد ما يتعلموا الاشاره كامله هيبرضوا هيروحوا ويساعدوا مع بعض معانا. تمام. محتاجه حاجه من الحكومه وجهي برضو؟ ما احنا محتاجين يعني مبادره زي دي. انا شايف ان هي لو اتفعلت وبشكل كبير خلاص يعني مشكله الصم في مصر اتحلت. لو ان احنا بدانا ندعمهم نعلمهم ونعلم الناس ازاي يتعلموا معاهم وكمان ندعمهم في حالات الطوارئ وهننمي مهاراتهم ونعمل لهم معسكرات وكلام زي كده يبقى لو المسؤولين يا ريت نقف مع حاجه زي دي. بقى انا نفسي ان شركات الاتصالات ان هي يعني تدينا خط بتاع طوارئ. طوارئ ده يعني ايه؟ زي مثلا الاسعاف، زي الشرطه، رقم مثلا 3 اتنينات 4 اتنينات اي حاجه رقم، ده يبقى بتاع السم ومساعدات، خط مساعدات علشان خاطر لو السم راح في اي مكان ومش عارف يتعامل مفيش مترجم يكلمنا احنا فيديو واحنا هنساعده ان شاء الله. بس انا نفسي الخط ده نلاقيه ان شاء الله باذن الله. وحضرتك ايه اخر حاجه نفسك تقوليها وعايزه تقوليها النهارده؟ ايه هتقول حاجه؟ كاتبه كلمه كمان. كاتبه كلمه اهو. هي عايزه تقول حاجه. كلمه سيد للرئيس. سيد الرئيس. لرئيس الجمهوريه. رئيس المؤمنين. احنا كلنا رئيس جمهوريه العربيه. احنا مؤمنين ومصدقين رئيس جمهوريه العربيه. ربنا يوفقه ان شاء الله. مساحه. احنا عاوزين مساحه. أنا صفاء جودة رئيسة الاتحاد للصم أو في رئيسة الاتحاد الأولى في مصر. شعب مصر وشعب مصر كله بيحبك والشباب والأطفال والكبار من الصم بيحبوك وأرض مصر كلها كمان بتحبك. واحنا الثورة كمان لما قمناها عشان خاطر بنحبك. احنا كلنا ذوي الاعاقة السمعية كلنا بنحبك وبنتمنى نقابلك. طبعا بعتنا لك كتير عشان احنا محتاجين نقابلك بس ما انت ما ردتش علينا. واحنا محتاجين المساعدات الاعاقه السمعيه كلها وارجوك توافق على المقابله ومع الشكر ليك وتحياتي ليك. شكر ليكي انت والشكر ليك يا قمر وان شاء الله يكون في رد على الرساله دي وتوصل على مستوى رئاسه الجمهوريه وعلى مستوى الحكومه وحد لازم يتفاعل معاكم. اعتقد ان ده اقل حق من حقوقكم. شرفتونا النهارده وعلى راسنا من فوق ومعلش سامحونا في تقصيرنا. عادي ان شاء الله. بنشكرك يا قمر وبنشكر حضرتك يا استاذه صفاء. هي مبسوطه ان هي قابلتك. ده شرف ليا. شكرا جزيلا.